قد يقول الطالب أنني بذلت جهدي واستفرغت وسعي في طلب العلم فلم أفلح، ترددت على الكليات الشرعية ما أفلحت، ترددت على الدروس في المساجد عند أهل العلم ما كتب الله شيء. هذه لا شك أنها نتيجة، ولكن عليك بذل الوسيلة، أنت مطالب بالوسيلة والنتيجة بيد الله جل وعلا، كأنك زرعت في أرض ولا أنبتت، والأجر والثواب مرتب على مجرد سلوك الطريق. اسلك الطريق كما جاء في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أدركنا أناس ترددوا على المشايخ السنين الطويلة، أنا أعرف شخصا بلغ 90 وهو من حلقة إلى حلقة ولا كتب الله له شيء من العلم، لكنه داخل إذا صلحت نيته في حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والمكلف مطالب ببذل السبب، مطالب ببذل السبب، والنتيجة بيد الله جل وعلا. الدعوة والأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل الآمر والناهي مطالب بزوال المنكر أو تحقيق المأمور، أو أنه يبذل السبب والنتيجة بيد الله؟ النتائج بيد الله. الداعية هل هو مطالب بأن يهتدي الناس أو أن يبين لهم وقلوبهم بيد الله جل وعلا؟ أنبياء، يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل الرجلان. نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس إلى الدين، ما آمن معه إلا قليل، وممن لم يؤمن زوجته وابنه. هل نقول هذا قصر في دعوته؟ بذل الوسع وبذل كل ما يستطيع من أجل هدايتهم، ولكن الله جل وعلا لم يرد لهم الهداية. فالمطلوب بذل السبب والنتيجة بيد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام حرص حرصا شديدا على هداية عمه أبي طالب، حرص على ذلك، هو حريص على أن يؤمن الناس. من أشد شفقة من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومن أعظم منه حكمة وأسلوب وطريقة؟ لأن بعض الناس يقول مسألة أسلوب وطريقة، نعم الخلق مطلوب والأساليب المؤثرة مطلوبة، لكن ليست هي السبب في هداية الناس. فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح نفسه أولاً، ويسعى في إصلاح الأقربين منه لأنهم أولى برعايته وعنايته، ثم بعد ذلك ينتشر خيره. كون فلان من الناس ما استفاد منه، هو بذل السبب ولا علاقة له بالنتائج، فالنتائج بيد الله جل وعلا.